كم مزواج، ولو تقدم لي حد شبهه هتردد، وليه مواصفات مختلفة عن فتى أحلامي. والأهم ما يكونش بتاع ستات. مفاجأة مثيرة بتكشفها منا شلبي لأول مرة على الهوى عن فتى أحلامها، وهل ممكن يكون شبه والدها ولا لا؟ يلا بينا نشوف الحكاية. منا شلبي فتحت قلبها في بيت السعد، وفاجأت الجمهور بتصريحات نارية لأول مرة وكواليس عن حياتها الشخصية. السؤال اللي اتسألته منا كان عن رغبتها في الجواز وعن فتى أحلامها، هتكون إيه مواصفاته؟ منا بدون تردد قررت تفاجئ الكل بشروطها في فتى الأحلام اللي ممكن يخطف قلبها. وقالت منا في تصريحاتها: أنا ممكن أقول أنا مش عايزة إيه، مش عايزة حد دمه تقيل، دي مستحيلة، دي ما أقدرش. لو إيه ما أقدرش وما يكونش مدعي، يا ساتر يا رب لو بوشين. دي بقى اللي صعبة شوية، اللي هقولها دي صعبة خالص بقى، إنه يكون مش بتاع ستات. وهنا فاجئها أحمد سعد وقال: لأ مش أحمد يعني. مش بس كده، لكن كمان منا ربطت بين فتى أحلامها وبين والدها بعد اللي قاله أحمد سعد، وإن أغلب الفتيات يتمنون أن يكون زوجهم مثل والدهم. وهنا ردت منا وقالت: أنا بحب أبويا جدا جدا وشخصيته، ولسه قريب في عيد ميلاده كتبت له بوست وقلت له: بشكر ماما أنها اتجوزتك واختارتك أب ليا، عمرك ما ضغطت عليا، وطول الوقت محترم وجميل وأصيل ومؤدب، لكن لو تقدم لي واحد شبه أبويا هتردد سيكا، عشان بابا كان مزواج. المفاجأة كانت في رد فعل أحمد سعد اللي اتغزل في منا وقال: ورد جايب ورد. وبعدها كشف مفاجأة عن سبب عدم زواج منا شلبي لحد دلوقتي، وقال: منا شلبي دخلت في علاقات كتير، بس لما بتوصل لمرحلة الفستان والجواز بتفلسع على طول. وهنا ردت منا وقالت: أنا أذكى منك بقى، لكن دي مش المرة الأولى اللي تثير فيها منا شلبي الجدل بسبب تصريحاتها. قبل كده اتكلمت عن كواليس أفلامها وخصوصا فيلم الساحر، وقالت إنها اتسببت في عذاب لجميع من كانوا في موقع تصوير، خاصة إنها ما كانتش جيدة في التمثيل، وقتها تمثيلي كان مش حلو. وقالت كمان إنها كانت بتقف قدام الراحل محمود عبد العزيز من غير ما تتكلم، وكانت تقول الحوار الخاص بالمشهد في سرها وتتعثر في الحديث بشكل متواصل. كمان كانت بتتحرك بشكل خاطئ داخل لوكيشن التصوير. وسخرت منا شلبي من وزنها في الفيلم وقالت: كنت بحب الأكل جدا في الوقت ده وكان وزني زايد، لكنها اتبعت نظام غذائي وفقدت الكثير من وزنها، لكن بعدها رجعت منا في النظام الغذائي ده، وده اللي خلاها بعد ما كانت خست ان وزنها يزيد مرة تانية، وده اللي دفع مخرج الفيلم رضوان الكاشف للتعليق وقال: هو انا بصور فيل ولا ايه؟ وده كان سبب في انها تعيط بسبب التعليق ده. منا كانت متفاجأة بالدور اللي هتقدمه في الفيلم، وكانت دايما بتسأل المخرج في الكواليس: حضرتك متأكد اني بعمل الدور ده؟